ضيفنا اليوم أخصائي أمراض وجراحة العيون، رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة العرب في النمسا، والأمين العام لاتحاد النمساويين العرب في النمسا. وتابعت اختصاصي في قسم العيون في جامعة حلب، في كلية الطب في مشفى حلب الجامعي الكبير، وأنهيت عام 1982 الاختصاص العيون، وحضرت إلى أفيان إلى النمسا في أكتوبر تشرين الأول عام 1982 إلى أفيان. أنتم نزلتكم دكتور للدكتور الربيع العربي، ما بتحسوا كان في خطر عليكم؟ أنتم ما كنتوا خايفين؟ أو إذا ممكن نحن كعرب مثلا، أنتم ممكن ما يكون في عندكم الخوف مثل الخوف الأطباء النمساويين اللي بينزلوا معكم. قمنا بعمل ثاني، إنه فكرنا إنه نعمل شيء ثاني، قمنا بتزويد تقريبا سوريا ب 18 سيارة إسعاف إلى المناطق النامية في سوريا وليس إلى المدن، بالإضافة إلى المؤتمرات الطبية التي قمنا بها سواء بالأردن سواء في مصر في المغرب العربي. نحن كانت مؤتمراتنا تكون نوعين، عملي أكثر، قسم طبي، قسم طبي وقسم سياحي. قسم الطبي يعني شان قسم السياحي شان كمان نعرف النمساويين الزملاء على العالم العربي. دورك أنت كدكتور كيلاني كرئيس اتحاد الأطباء وكذا، شو قدمتوا لهم لهدول المهجرين واللاجئين اللي اجوا جداد؟ كلمة لاجئين ما بتحبها بس لا موجودة. إنه فعلا وصلنا معهم الحمد لله، كانت العمل كان جيد، إنهم شبه استثنون وعملوا لهم تغيير، يعني عملوا لهم وضع خاص بفيينا وبالنمسا، إنه الطبيب من ناحية وقت بيبدا التعديل لمدة 3 سنوات، يعني ما بيقطعوا عنه الإعانات حتى يخلص، باعتبار أنه عندنا مقر هو مقر للأطباء، ولكن نفسه كمان بيقدر يقول عنه هو البيت للبيت السوري. يا سيدي، أول ما أجوا 2015 كان الوضع بيختلف تماماً عن الوضع حاله. 2015 الشعب كله قام كذا، حكومة فيينا قامت بعمل جبار، حكومة فيينا اللي هي المزيج بين الاشتراكية مع الخطر، منعوا إنه الحجاب عند الأطفال في ما دون سن المدرسة، علما الإحصائي بتقول لك في ثلاث طالبات أو ثلاث بنات صغار اللي كانوا حاطبين الحجاب، ولكن طلع قانون بمنع الحجاب عن الدور الحضاني موجود في قسمنا بالبوسنيا والهرتسك، وكان عنده كثير من الجيش مسلم، لذلك اعترف الدين الإسلامي السني كدين معترف فيه. أصدقائي، استنونا في حلقة جديدة مع الدكتور تمام كيلاني. أصدقائي، انتظرونا في حلقة جديدة مع نور شو مع نور الدين. تشرف دكتور. أهلا وسهلا، استنونا.